فلتخبرني، لم طلبت رؤيتي؟ لم لم تدعني أتأخر في النوم للمرة الأخيرة؟ ولما هي مرتك الأخيرة؟ ألم تمضي جميع أيامك في الفراش؟ لا تظني أنني لا أعرف ذلك. مخطئ، سأواصل العمل في الاثنين المقبل. رائع، أنا سعيد لأنك ستعملين مجددا. لقد أتت والدة تشوتشو إلى المدرسة لتعتذر، والطلاب يتوقعون عودتك. حضري نفسك لتعودي للعمل. تأخرت، توظفت في مدرسة يوشاي الثانوية وسأبدأ العمل الاثنين المقبل. مدرسة يوشاي؟ ماذا يجري؟ لكن وورتون وافقت على عودتك، والطلاب يريدونك، فلما تصعبين الأمر على نفسك بالذهاب إلى مكان كهذا؟ أحب تحدي نفسي بابا، ألا تعتقد أن تعليم طلاب في مدرسة كهذه سيكون صعباً؟ وهذا يتماشى مع ما علمتني إياه محقة؟ لماذا تقدمت للعمل بهذه المدرسة فجأة؟ هذا بسبب والد شياوان، أليس كذلك؟ اسمعيني، من يرسل ابنه إلى مدرسة كهذه ليس أبا جيدا، تأثيره السيء وصل إليك. أبي، لا تعرف القصة بأكملها، ولا تعرف حتى وضع المدرسة، فلما الانتقاد؟ وهل تعرفين والد شياوهان؟ أنا أعرف مدرسة يوشاي، وقرارك المتسرع بالعمل هناك سيؤثر سلبا على مسيرتك المهنية، لذا تراجعي عن قرارك. كيف عرفت فلم أبدأ العمل هناك بعد؟ تفضلا، تناولا بعض الشاي. شياو أو، لا تجادلي والدك كثيرا، ناقشيه بلطف. متأسفة، سأبدأ العمل هناك يوم الاثنين، لذا لا تنتظر عودتي، أريد خدمة منك. في هذا الفيديو سأشرح للطلاب موقفي واشكرهم على اهتمامهم بي، وأيضا لا أريد منك أن تضغط علي بابا. وداعا. ستغادرين بهذه السرعة؟ استيقظ. ماذا تريد؟ اليوم عطلة. أريد أن أخبرك شيئاً، سأذهب إلى منغوليا الداخلية، وستأتي العمة وين بعد قليل، أخبرها بما تريد أكله خلال الأيام القادمة، لا تسبب المتاعب في المدرسة. كم ستغيب؟ 3 أو 4 أيام، لقد علمت أن جدك هناك فطلبت رحلة إلى منغوليا الداخلية لأبحث عنه. سأذهب معك، أريد رؤيته أيضاً. ولماذا تريد المجيء؟ لقد كدت ألا تعود من أستراليا، واحتمال ألا تعود من منغوليا الداخلية أكبر، فكيف سأضمن عودتك؟ ذهبت إلى هناك كثيرا، لا تتجول بعد المدرسة، عد مباشرة إلى المنزل، هل فهمت؟ لا تسبب المتاعب، واضح؟ كن حذرا. لن أموت. مرحبا. من تريد؟ عذرا، أود أن أسألك، هل هذا المصنع فارغ؟ لقد توقف عن الإنتاج قبل عام، وسوف يهدم قريبا من أجل إنشاء مشروع جديد. وسأعمل هنا لستة أشهر أخرى فقط. أنا أبحث عن رجل يدعى ليلي تشون، كان يعمل هنا، هل سمعت باسمه قبلا؟ ليلي تشون؟ أجل، يبدو أن اسمه مألوف لدي. ليلي تشون، أوه أجل، لقد انتقل مع عائلته إلى شانغهاي العام الماضي. إلى شانغهاي؟ هل لديك عنوانه هناك؟ لا أبدا، لقد أخبرني بذلك صديق قديم التقيت به الشهر الماضي. هل تعرف طريقة تمكنني من الاتصال به؟
لدي سجل معلومات العاملين، ولكن ليلي تشون تقاعد مبكرا، لذا قد لا يكون موجودا فيه. ولكن السيد شيم من مجموعة التصميم كان صديقا مقربا من ليلي تشون، قد يعرف شيئا. إذن هل وجدت لي رقمه من فضلك؟ بالتأكيد، انتظر لحظة واحدة، سأبحث لك عن رقمه وعنوانه. شكرا. مرحبا جدتي. أجل، لا تحضري لي العشاء، كلي أنت، فأنا مدعو على العشاء. ماذا؟ هل لديك موعد مع أحدهم؟ هيا أخبرني، هل تريد التسلل الآن؟ ها؟ والدك ليس هنا، طلب مني مراقبتك. سأخرج مع شخص تعرفينه. من هو؟ إن لم يغير اسمه فهو العم شيفاي. لم أره منذ مدة، أبلغه تحياتي عندما تراه واطلب منه القدوم لتناول العشاء، فأنا أحب أن أراه. حسناً، لن أتأخر. وداعاً. وداعاً، انتبه لنفسك. حسناً. ليت الشباب. مرحباً عم شيفاي، لما لم تجب بسرعة؟ هل كنت خائفاً أن أكون ووتشينغ؟ لقد سافر أبي إلى منغوليا في عمل، وليس لدي المال لشراء العشاء، تعال لأخذه. الجد ليلي تشون لا يستخدم تطبيق ويتشات، فكيف سترسل له المبلغ؟ تعال إلى هنا فقط. أبي في العمل، لا تقلق. لقد انتقل السيد لي العام الماضي، وأنا تقاعدت هذا العام. كنت مشغولاً بتسليم أمور العمل في المصنع ولم أتواصل معه. أخبرني أنه سيذهب إلى شنغهاي كي يبدأ عملاً هناك. كيف تجري أموره الآن؟ هيا أخبرني، هل تعرف شيئاً عنه؟ هل تعرف في أي حي من شنغهاي يسكن الآن؟ أعتقد أنه ذكر ذلك ولكنني لم أنتبه. لقد ترك شنغهاي منذ سنوات ولم يكن يحب التحدث عن الماضي كثيراً. دعني أبحث لك عن رقمه الآن، انتظرني لحظة، لا أدري أين وضعته. شكرا. أوه لا، لقد أخذ حفيدي الورقة وصنع منها طائرة ورماها. لقد كان الرقم مكتوبا عليها وهذا ما حصل. هل يمكنك تذكر رقم هاتفه من بعد إذنك؟ أعتقد أنه بدأ ب 136، وثم لقد ضعفت ذاكرتي مع الزمن يا بني. 136، أنا آسف لا أتذكر. إذن هل لديك صورة له؟ صورة؟ أجل لدي واحدة. ها هي، إنها صورة من ملف رسمي. كانت صورة إضافية من ملف تقاعده، لقد نسيت أن أعيدها إليه، وها هي بين يديك الآن. لما طلبت كل هذا الطعام؟ هل تستطيع إنهاءه وحدك؟ سيأتي شيفاي قريبا. حسنا، إذن هذا لطف منك. انظر إلى هذا اللحم المقلي، هذه أطباق شيفاي المفضلة. ألهذا لم تضع الخضار على الطاولة؟ إنه من أكلي اللحوم. إلى أين رحلة والدك اليوم؟ ذهب ليبحث عن والده. ليبحث عن والده؟ ليجد جدك إذن. مرحبا. أهلا، تفضل، انظر كم هذا الفتى لطيف، طلب أطباقك المفضلة. أخبراني إن أردتما شيئا. هل ستقود السيارة؟ أتريد شايا أم كحولا؟
إن أردت التوسط بيني وبينه انسى الأمر، يمكنك أن تأتي إن احتجت إلى شيء، ولكن عليك أن تنسى مشكلتي معه تماما. ومن قال بأنني أريد ذلك؟ لا يهمني أمره، هيا كل كل. أريد أن أشكوه لك، فلم أعد أستطيع التحمل أبدا. كل كل هيا. لمن اللحم في الحساء ها؟ دعني أخبرك شيئا، لدي صديق في فريق كرة السلة يحب أجمل فتاة في صفنا، وتلك الفتاة تعاملني بلطف فقط، ولا يوجد شيء بيننا، فنحن مجرد أصدقاء وزملاء في الفرقة، وعادة ما نجلس معا. ولكن ذلك الفتى لم يتحمل رؤية هذا وغضب كثيرا، ولكن بدل ما فعله كان بإمكانه أن يكلمني بالأمر، فلما كان يتظاهر بشيء أمامي وبعدها يفعل شيئا آخر؟ كان يفترض به أن يواجهني لأنني صديقة، صحيح؟ أجل، الأشخاص ذوي الوجهين هم الأسوأ دائما. أجل، أليس كذلك؟ اخفض صوتك. وفي أحد الأيام كان لدينا مباراة كرة سلة، واستغل الفرصة في الملعب ليسرق الكرة مني، على الرغم من أن لكل منا موقعا مختلفا، فدفعني على الأرض وخسرنا المباراة بسببه. هل توقفت عن تأليف القصص يا فتى؟ ولما سأكذب عليك، ما زالت الندبة على ساقي، تحب أن تراها؟ ما أردت قوله إنني لا يمكن أن أكون صديقا لشخص مثله، هذا ما ظننته، ولكن بعد ذلك أدركت أننا لسنا عدوين، وما زال بإمكاننا أن نصبح أصدقاء. لذا بعد سنوات طويلة من الصداقة بينك وبين وو، ألا يمكن أن تتخطيا المشكلة هذه؟ بالمناسبة اسمع، وو والآنسة لين مقربان، ولكن الحقيقة أن الآنسة لين ثملت في يوم ما، وكنت سأخذها لمنزلها، ولكنها أصرت على الذهاب لمنزلي للتحدث مع وو، وبينما كنت أتخلص من فاي وين لي، لابد أن شيئا قد حصل بينهما، سألته لكنه لم يجبني، لم يشأ أن يسيء إليك. لماذا تخبرني بهذا؟ يمكنهما فعل ما يشاءان، فأنا لا علاقة لي بالأمر. بالطبع لك علاقة، فلو لك لكان وو قد اعترف بحبه للآنسة لين، ولكن بسبب وجودك بالصورة قام برفض الآنسة لين ليحافظ على صداقتكما، فكيف لا علاقة لك بالأمر؟ هذا كان حسنا. تناول الطعام قبل أن يبرد. تفضلوا. عزيزتي. آه. ردت ابنتنا على الرسالة، ألقي نظرة. حقا؟ انظري أبي، أرسل لي 20,000 بسرعة، الأمر طارئ. لما تطلب المال ثانية؟ لا أفهم شيئا. هكذا إذن، انظر، أرسل البنك هذه، انظر، انظر هنا. ها؟ نحن نخسر المال بسببها دائما، انظر، تراسلنا فقط للمال. 120,000، من أين لنا بهذا المبلغ؟ من أين لنا المال؟ شش، اخفض صوتك. أرسل 20,000، الأمر طارئ وليس 120,000، لا أملك هذا المبلغ، حتى وإن بعت هذا المطعم بما فيه. إيه، انسى الأمر، لن نرسل شيئا، تجاهلها فقط، كي تتوقف عن هذا؟ انسى الأمر. انت جهلتها، لا نعرف ما قد يحصل، فهي ما كانت لتطلب المال لو لم تكن في مشكلة. لا تراسلنا عادة إلا من أجل المال. بالطبع ستطلب منا، فمن نحن؟ ألسنا والديها؟ ليس لها أحد غيرنا. بل قل محفظة نقود مدللة، أعطني هذه. أعطني إياها. الفاتورة من فضلك. اذهب إليه. لا 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 تدفع، المال الذي تركه والده لم ينفد بعد. لا علاقة لي بوالده، لا علاقة لي. إذن أعطني 100 فقط،
150. 100 فقط. 150. شكرا لك يا عم. شكرا. وداعا. وداعا جدي. مهلا مهلا. ساعدني، كيف أحول المال من بنك إلى آخر؟ حسنا يا جدي، هذا سهل جدا. يمكنك أخذ هذه الورقة إلى البنك وإرسال المال على رقم الحساب هذا. حسنا. سأذهب الآن يا عم. وداعا. حسنا. هذا سهل جدا. أنا أشتري لك العشاء لتعطيني دروسا وتحاول إقناعي من أجل والدك. أنت وو معا منذ سنوات، ولا شيء يمكن أن يفرق بينكما. أحدكما جاحد كبير والآخر جاحد صغير. سأغادر الآن، أتريد شيئا؟ أجل، فالعمة وين هنا وطلبت أن أدعوك للعشاء يوما ما. ليس بوجود والدك. هل تخططان بأن لا تلتقيا مجددا؟ أبدا. أنت ذو وجهين. هاي، لما عدت بهذه السرعة؟ هل وجدت شيئا؟ لا شيء. أخبرني لماذا؟ هل كان العنوان خطأ؟ ألم تجد أحدا؟ قطعت معظم الصين لكي أجده، وفي النهاية تبين أنه بجانبي. من هو؟ أتعرف المطعم في نهاية الشارع؟ العم الكبير؟ لقد أخبرته في الأمس بأنك ذاهب لتبحث عن والدك، وفي النهاية اتضح أن ليلي تشون هو جدي. لا يستحق هذا. هل كان يراقبك سراً إذن؟ هذا أمر مخيف حقاً وغريب أيضاً. لقد عاد إلى شنغهاي قبل أكثر من عام، وافتتح المطعم قبل أكثر من 6 أشهر. هل تعمد أن يكون قريباً من هنا؟ هل يريدني؟ أنا لا أعتقد ذلك أبداً، فأنت بال40 من عمرك وأعزب ولا تملك المال. ما الذي يريده منك؟ أو ولكن يبدو أن لديه مشاكل عائلية، فكان يتحدث عن دفع قرض بنكي. ليس لديه الكثير من الزبائن في مطعمه، وقد يكون قد أفلس الآن، لكن ماذا يفعل هنا؟ فلنكتشف الحقيقة غدا، ما رأيك؟ ها؟ لا لا، لما الانتظار؟ فلنذهب الآن. انتظر، اذهب إلى المدرسة الآن، دعني أفكر بالأمر. سنضع خطة لنرى ما سنفعل. أمر غير معقول. هنالك شخص بلل فراشه ورأيته يجفف غطاءه هذا الصباح. هذا مستحيل. كان مضحكا. هل تمزح؟ أجل. هذا يكفي. اسمعوا، لقد سمعت أن هنالك معلمة جديدة شابة، وهي جميلة أيضا. بما أنها جميلة علينا أن نرحب بها على طريقتنا. ما رأيك بهذه الفكرة؟ أجل. لما لا؟ هاي، آسف على المقاطعة، هل أخبرتموني عن الخدعة التي ستفعلونها للعبث مع المعلمة الجديدة؟ أريك ليصدق. هيا انظروا. ها، ارميه إلي. هيا. هذا يخيف المعلمات دائما. بالتأكيد. يا لكم من سخيفين، هذا لن يخيفها إطلاقا. لما لا تستخدمون حيلة أفضل؟ فلنجعله مقلبا مزدوجا. مقلبا مزدوجا؟ أجل، يا لها من فكرة. شاوؤو، معلمة اللغة الإنجليزية الجديدة، وآمل أن نصبح أصدقاء من الآن فصاعدا، اتفقنا؟
والآن لنبدأ الدرس. لا يبدو حقيقياً، كنت أصنع واحداً بشعيرات حقيقية. خذ. الآن سنبدأ. سوف نبدأ. أوكي. يا شباب، شكراً على الهدية الرائعة، وبدوري سأقدم لكم هدية، امتحان قصير لأعرف مستواكم. لا لا، مرر الورق. تفضلوا. شكراً لك. أهلاً. مرحباً. تفضل. عفواً، هل لديكم حساء؟ قائمة الحساء هنا، لدينا حساء خضار. حسناً. هذا الأرز مع اللحم والخضار الذي طلبته. هذا أنت، عرفتك من الخلف. لما عدت مبكرا؟ ذهبت إلى منغوليا الداخلية. منغوليا؟ ماذا تريد أن تأكل؟ أي شيء، لا يهم. حسنا، تفضلي، ها هو الشاي. وأنت هل تريدين شايا؟ حسنا. هذا الطبق الذي طلبته. شكرا لك. لما لم تأكل بعد؟ ما الأمر؟ ليس لدي شهية، ضعه بعلب. حسنا. هذا مذهل، فأنت لم تخافي أبدا، ألم تتفاجئي؟ يا مشاكس، لا أصدق أنك تحالفت معهم بهذه السرعة. هل كنت تعرفين؟ لم تتحالف معهم فقط، بل أنت قائدهم. رائع، إذن لماذا لم تطلبي رؤية أبي؟ هذا ما أريده، أطلب من والدك أن يأتي غدا. أنت تعرفين الطريق لمنزلي، أعتقد أنه يمكنك الوصول إلى هناك معصوبة العينين، فلما لا تأتين بنفسك؟ أطلب منه أن يأتي، هذا هو القانون. فهمت، لقد خسرت المرة السابقة والآن تريدين الفوز. إن زوجي رجل مسكين، تعافى للتو من سكتة دماغية، لكن فحوصات المستشفى أكدت أن لديه سرطان بالرئة. إذا اكتشفوا المرض مبكرا، سيتمكنون من علاجه. أحد المرضى في المستشفى أخبرني أن هنالك دواء خاصا قد يفيد زوجي، أرجو ذلك. إذا جربوه بسرعة. إن الدواء غير متوفر هنا، علينا أن نذهب إلى مركز متخصص بالسرطان في هونغ كونغ. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ أسافر إلى هناك كثيراً، سأحضره. حقاً؟ لكن سمعت أن الدواء حساس ويجب أن يبقى على درجة حرارة معينة كي يحفظ بحالة جيدة، وهذا أمر صعب. لا بأس، سأتدبر الأمر، ولكن اسألي المريضة أولاً عن عنوان المركز وعن رقم الهاتف. هذا رائع، شكرا لك، شكرا لك، سوف أحصل على المال قريبا. كم ثمن الدواء؟ حوالي 27,000.
لكنه يكفي لثلاثة أسابيع، ولدي على ما أذكر 30,000 الآن. ثمنه باهظ، هل سيفيده حقا؟ وإن كان هناك أمل ضعيف، أريد أن أحاول إنقاذه، فحتى إن لم ينجح الأمر فسأشعر بالراحة الكبيرة لأنني على الأقل حاولت. عمتي، أنت زوجة رائعة، أنا معجبة بك حقا. لا تقلقي، أنا سأحاول مساعدتك، لكن لا تخبري ووتشينغ. لا أريده أن يعرف. أهلا بعودتك، أنا أحضر الفطائر. فاي وين لي هنا؟ العمة وين تعلمني صنع الفطائر؟ اليوم عطلة فاي، وهي تريد أن تتعلم صنع الفطائر. إنها فتاة رائعة، لقد كتبت قائمة بما تحب وتكره من الطعام لتطهو لك عندما لا أكون أنا موجودة. أليس هذا رائعا؟ تعالي أريد التحدث معك. ماذا تريد مني؟ طريقتك الجديدة بالتقرب مني لن تنفع. العمة وين كأمي، وحتى هي لن تغير رأيي. وهل تراني غبية؟ أتيت فعلا لتعلم إعداد الفطائر. ليست حيالك قديمة؟ فكري بغيرها، تعلم الفطائر أمر ممل. قومي بعمل تطوعي، امشي في الشوارع وقدم المساعدة للمحتاجين، لن يتغير رأيي. أنا كالثلج بارد. لا يهمني إن كنت باردا أم لا، سأتمكن من تغيير رأيك يوما ما. فاي، أعرف لماذا تحبينني، فأنا طيار وسيم وناجح في عملي، ولكنني في الحقيقة شخص بلا طموح، لا في الحياة ولا في العمل، وليس لدي أهداف، وأنت عكسي في كل هذه الأشياء، ونحن مختلفان للغاية. توقفي عن اللحاق بي، ألا تريدين الحفاظ على بعض من كبريائك كمرأة؟ ألا تريدين المحافظة على كرامتك؟ الكرامة أهم شيء في الحياة. ووتشينغ، أجبني بصراحة أرجوك، ما هو رأيك بي؟ هل تراني امرأة بلا كرامة؟ عزيزتي، الفطائر أصبحت جاهزة. علي الذهاب يا عمتي. وين؟ ولكن ألن تأكلي أولا؟ في المرة القادمة. أعتني بنفسك. وداعا. أغلق الباب. لا أصدق، لقد أمضت اليوم بطوله تصنع الفطائر، ألن تطلب منها البقاء لتأكل؟ فاي وين لي وأنا زملاء عمل، وهذا ما يجب أن أفعله. ليست كفتيات هذه الأيام لا يعرفن الطهي، فهي فتاة لطيفة وتناسبان بعضكما. أنت رجل كبير ولديك ابن شاب، فكيف ستعيش حياتك؟ أنت بحاجة لفتاة تعتني بكما. عمتي وين، فاي وين لي وأنا لا نناسب بعضنا، فأنت لا تعرفين كيف الوضع هنا، لا تفكري بالأمر. الفطائر جاهزة؟ ستجهز بعد قليل. رائع، أحضرت بعض الطعام معي، سأجهز طاولة حالا. حسنا. جرب الفطائر. إنها لذيذة. عزيزي، أنا لم أكن أعرف الوضع بالكامل مع فاي، كنت أحاول توفير بعض الوقت لتمضيه معا، ولكنني لن أتدخل بعد الآن، فهذا أمر يخصك. لننسى الأمر، جربي هذا الباذنجان، إنه من مطعم قريب. حسنا. يبدو أن هناك طعم أعشاب مضافا للباذنجان، طعمه كالذي كانت تعده والدتك تماما. من أعد هذا؟ هيا أخبرني. ذهبت إلى منغوليا الداخلية قبل بضعة أيام، وبحثت عن لي تشون بينما كنت هناك، وقالوا إنه عاد إلى شنغهاي وفتح مطعما صغيرا بالقرب من هنا، وهذا طعام. هل تقول إن لي تشون أعد هذا الباذنجان؟ وهل هو هنا؟ عمتي وين، أريد أن أسألك، لو أنك اكتشفت أن ابنك ضائع بالقرب منك، هل كنت ستخبرينه؟ أنا لم أرزق بالأولاد، ولكني سأكون سعيدة لو كان لدي ولد.
وكنت سأبحث عنه. بالتأكيد تركك أبوك وهو شاب ثم عاد يبحث عنك وهو عجوز. يا لوقاحته، إن لم يبحث عنك هذا لأنه خجل من نفسه. لو أتاك في أحد الأيام متوسلا لا تستقبله، سمعت؟ فقد يكون يريد منك شيئا. يا لوقاحة هذا الرجل. انظر إلى هنا، هذا يبدو مستحيل. أنه... سيد شي، يبدو هذه وصلت للتو. يبدو كحفل زفاف، هذا ممل. حسنا. ها؟ نحن في مشكلة سيدي. نحن بخير، تفاءلي قليلاً. أيعقل أن هنالك شخصاً سيقاضينا؟ لما تضحك؟ يقولون إنني آذيت أحدهم بشكل متعمد. آذيت أحداً؟ هيا عودوا إلى عملكم، سأذهب لزيارة الضحية. هيا بنا. هذا التصميم ليس جيدا. حسنا. أنسي، ما هي جريمتي؟ هل لي أن أفهم؟ هل وصلك البلاغ؟ انظر إلى ساعتك. ها؟ لقد مضى 10 أيام و6 ساعات و20 دقيقة منذ أن التقينا، ولم تتصل بي أبداً طوال هذا الوقت، وتجاهلت مشاعري تجاهك. وهل هذا يعد إيذاءً لك؟ في الحقيقة هذه مشكلة، فلدي مشاعر لأنجلا جولي وآن هاثوي، لذا أنتم المحامون ستكونون مشغولين جداً. ردك رائع جداً، من الجيد أنك لست شخصاً مملاً، يعجبني هذا. حسناً، لنتكلم بجدية الآن. فأنت تعرفين أنني كنت معجباً بلين الشياوؤو، ألا يزعجك ذلك؟ صارحيني أرجوك. لا، فأنت ما لم تتزوج؟ ألست صديقتها المقربة؟ وأنت تقبلين أن يكون حبيبك المستقبلي المحتمل معجباً بصديقتك؟ ألا تشعرين بالإحراج من هذا الأمر ولو بعض الشيء؟ هذا غير مهم، فكلاكما مهم جداً بالنسبة لي، وليس علي أن أختار بينكما، لكن الرجال بعمرك متحفظون. أنا لست رجلاً كبيراً، بل شاب كبير، روحي كلها شباب. حقاً؟ فالرجال في عمرك لا يتقبلون فكرة أعمارهم. حسناً، هذه بطاقتي وعليها رقم هاتفي، سأعطيك فرصة أخرى لأنك تعجبني. إن أصبحنا معاً ستحصل على استشارة قانونية مجانية، وهذا أمر مفيد لك. لا أريد ردك الآن، اتصل بي عندما تقرر، لدي عمل، هيا غادر. أنا صياد وهي فريسة مستسلمة. هل أدخل؟ أدخل. هذه واجبات الصف. وداعا. حسناً. هاي لحظة. ها؟ أخبر أباك أن يأتي للمدرسة بالغد. أعتقد أن لديه رحلة غدا، سأنتظر عودته. سيتأخر كثيرا، جهزي نفسك لانتظاره. حسنا. هي إياك أن تخبره بأنني المعلمة. حاضر، سيغمى عليه من الصدمة. وداعا. في أي ساعة ستعود اليوم؟ لدي 3 رحلات اليوم، سأعود متأخراً. تريد معلمتي رؤيتك مهما كان الوقت متأخراً. بعد مضي 2 يوم؟ لقد قالت إنك والد الطالب الوحيد الذي لم تلتقي به من بين 39 طالباً، تبدو غامضاً بالنسبة لها. حسناً، سأذهب حالما
أنتهي من عملي. انتظر، هل قالت إنها تريد رؤيتي مهما تأخر الوقت؟ هل تسببت بمشكلة؟ هل أخذ هدية؟ افعل ما تراه مناسبا. أنا سليم. أهلا سيدي. أخبريني، هل تأقلمتي؟ لقد لاحظت أنك تتأخرين بعد انتهاء العمل في الأيام السابقة. لا تقلق سيدي، إنها جزء من خطتي. إن مستوى الطلاب هنا أقل من مستوى طلاب وورتون، لذا عليك أن تصبحي متسامحة أكثر معهم، فماذا تقولين؟ سأفعل، سأعتاد مع الوقت على الطلاب ولن أسمح لهم أن يحرجوني أبدا. بالإذن. حسنا. لقد قسوت على فاي هذه المرة. من أين سمعت ذلك؟ هل تنشر الإشاعات؟ لقد ذهبت فاي لوالد ذاك اللاعب الذي أنقذته. لقد عرفت أنك معاقب بسببه، لذا بحثت عن رقم هاتف والديه وبعدها أتوا لشكرك. فاي وفية لك، فلا تخسر إنسانة وفية مثلها يا وو. من الصعب هذه الأيام أن تجد إنسانة مثل فاي، فلا تضيعها من يدك، إنها متفهمة، تمسك بها. انسى الأمر كلياً. آسف يا آنسة، لقد تأخرت قليلا عليك. أنت معلمة شياوهان، أليس كذلك؟ آسف لإزعاجك. لكن أتحاول رشوتي أم ماذا؟ هذه ليست رشوة، لقد عدت من كونمينغ وأحضرت حبوب القهوة هذه من المطار. إنها قديمة، من تخدع هنا؟ انسي الأمر. ألم تقولي إنك لن تعملي هنا؟ كيف غيرت رأيك؟ هل تحاولين خداعي؟ أخدعك؟ هذه الطريقة التي تتحدث بها مع معلمة ابنك؟ أعتذر منك، سأبقى واقفا كعقاب لي. قف بعيدا. أني سلين، ما رأيك بالمدرسة؟ ألا تعتقدين أن الطلاب هنا أكثر ذكاء من طلاب وورتون؟ مستوى الطلاب هنا متدنٍ أكثر بكثير من هناك، يستخدمون ذكائهم في المكان الخاطئ. في أول يوم لي قاموا ببعض المقالب، وأيضا انظر إلى علاماتهم، إنها علامات صادمة. كنت أود أن أعرف مستواهم، لكن ليس هناك مستوى لأقيسه. ماذا عن شياوهان؟ هل علامته سيئة؟ لا بالطبع، فهو متفوق. أنسيت أنني معلمته؟ لقد علمت شياوهان، ولك فضل عليه، ووجودك هنا يجعلني مرتاحا جدا. أنا لا أجامل. يريحك، إنما يصيبني بالجنون. هؤلاء الطلاب محترفون بصنع المقالب، ولولا خبرتي لبقيت أبكي في الصف وأشد شعري. هذا يذكرني بفيلم Dead Poets Society، مجتمع الشعراء الأموات. هل رأيته؟ إنه عن معلم من يبدأ العمل بمدرسة جديدة ويزعجه الطلاب كثيرا، وهذا يشبه وضعك هنا تماما. لقد شاهدت هذا الفيلم. بالنهاية طرد المعلم من المدرسة، نهاية محزنة. ولكنك لا تستطيعين إنكار أن ذلك المعلم أيقظ الطيبة في قلوب الطلاب وغير حياتهم. لما لا تكونين كهذا المعلم؟ فهؤلاء الأطفال ينتظرون معلمة مثلك لتغيير حياتهم. كوني مهندسة تبني لهم حياتهم، أليس هذا أفضل؟ بإمكانك يا لين أن تكوني الأفضل. أذنت أن تجلس؟ قف فوراً.
لما استمعت لكلامك؟ تخليت عن عملي في مجلة بيبل لآتي إلى هنا. أنا المخطئ إذن، سأدعوك على العشاء. هذا المقهى مريح، شكرا. هذه الجميلة مألوفة. هي لا تغازلها. أنا لا أغازلها، كانت تجلس هنا المرة السابقة، أذكر أنها كانت تقرأ مدونة صاحب الرموش الطويلة. أجل، ذاكرتك مذهلة. وهل وجدت هذه المدونة مثيرة للاهتمام؟ نعم، أكثر منك بكثير.有个人成为你的远方。